السلام عليكم يا احلى ملكات يا ملكات الكون. اليوم غادي ندير لكم البغرير، ولكن بطريقه مختلفه. المهم طريقه البغرير غتكون هي كما العاده، كما كنصايبوا البغرير ديما، ولكن التزيين ديالو غيكون شويه مختلف. المهم هنا عندي الشكلاط باش غادي نزين، هنا عندي الخماره الحلوه، هنا عندي رقائق ديال اللوز، هنا عندي طحين، طحين عادي البيض، هنا عندي السميدة، غندير نفس العبار ديال السميدة نفس العبار ديال الطحين. هنا عندي الخمارة، الخمارة المعجونة، ماشي المعجونة، الخمارة، الخميرة العادية البلدية. وهنا عندي السكر فاني، هنا عندي الخشخاش، وهنا هادو الفيغميسيل، وهنا عندي الصنوبر. يلا دابا بسم الله على بركة الله غنبدا لكم الطريقة. بحال ما غاديش تنساو الملحان، راه نسيت ما قلتهاش. المهم كان نديرو شي بانيو هكا ولا شي طاسة ولا ما بغيتو تخلطو. انا كنخوي السميدة، غادي نزيد عليها هنايا طحين. سمحوا لي تقرقل لان كنصور بيد وحده وكن الى قلياش. المهم غادي نخويو عليه الباني، غادي نزيد عليه هاد الخميرة المعجونة. المهم من بعد ما خلط دوك المقادير مع بعضياتها غادي نزيد هنايا الخماره ديال الحلوه صافي، وكنخلط بحال هكايا. كما قلت لكم هو راه بحال يعني الطريقه العاديه ديال البغرير، غير انا كيعجبني ندير الشكلاط هكا لبناتي لان ما تيبغيوش ياكلوا مكسرات ولا هكا، فاحسن طريقه كندير لهم باش ياكلوها هي هكا، نديرها مع الشكلاط مع هكا بغرير. وبالنسبه للناس اللي هنا اللي على برا وما عارفين بان الناس ديال هنايا ضروري كيبغيو شي حاجه حلوه من بعد الماكله، فالبغرير لان حنايا معتادين عليه انه في الفطور ولا هكا كاسكروت. شحال من مره انا صايبته وعطيته هكا لجيراني، كيقول لك يعني تحليه من بعد الماكله وما كياكلوه. انا هنايا درت الزلافه الاولى ديال الماء، غادي نخلط ونشوف. انا درت جوج زلايف ديال الطحين والسميده، فغندير اول حاجه جوج زلايف ديال الماء وغادي نخلط ونشوف. المهم الماء ما يكونش سخون بزاف لان غيبدا يقطع لنا البغرير، وما يكونش بارد باش يلاه يساعد على داك الاختمار ديال ديك الخميره اللي درنا. المهم انتم كتخلطوا بحال هكايا، مازال خاصني نزيد الماء، غادي نزيد كتضيفوا هكايا الماء ديالكم وتخلطوا. تاخد جانس لينا دوك المواد اللي خلطنا مع بعضياتهم، باقي غادي نزيد ليها هنايا الماء نكمل دوك. دابا هادي جوج زلافات والظاهر على انه غادي نزيد الماء، هنا غادي نزيد فيه شويه لان باقي هنايا. دابا من بعد ما ضفت داك الماء ديالنا اللي بقى ليا، دابا بحال هكا واخا هكا بقاو لنا دوك الكريكبات ماشي مشكل لاننا غندوزو دابا في مولينكس. المهم ما ديروهش خفيف بزاف وما ديروهش قاصح، عينكم ميزانكم. هانتوما بحال هكايا وصافي. دابا غادي ندوزو في مولينكس وغنخليه يخمر 15 دقيقه. المهم انا ملي غنديرو في مولينكس غنوريكم. دابا خويتو هنا في الخلاط الكهربائي غادي نطحنو وغنوريكم كي كيجي. المهم انا من بعد ما خلطت هاد الخليط ديالنا في الخلاط الكهربائي ها هو هنايا، المهم كطحنوه واحد المده ديال 15 دقيقه، ماشي 15 دقيقه استسمح 5 دقائق، غير 5 دقائق اللي كطحنوه في مولينكس. المهم تا باش لان السميده ضروري خصها تطحن مزيان. المهم انا دابا هنا غادي نخليه واحد 15 دقيقه حتى كيخمر و
ونتلاقى معكم ملي نكون تنطيبو. 15 دقيقه خليت هاد البغرير خمر ليا، هانتوما ملي كتحلو عليه كيكون هكا داير دوك البواقات. المهم هانتي راه خمار لينا، كتخلطو هكا شويه صافي. دابا غادي نشعل هنا المقله ديالي، من بعد ما تسخن ونبدا نطيب. هانتوما شتو باش تعرفوا انه راه ما جاريش ما قاصحش، شتو هنايا الا كان جاري ما كتبقاش ديك العجينه بحال هكايا، شتو ولا كان قاصح خلاص راه كتكون يعني ملي كتطلعوا بحال هكا كتبان لكم ديك العجينه كثيره على المغرف ديالكم، تعرفوا بان اما كثيره فيه الماء ولا قليله. المهم هكا راه بيرفكت. هانتوما دابا من بعد ما تحمات لينا هاد المقله بعد ما سخنات غادي نديرو بحال هكا. انا نحاول نديرهم غير صغار بحال هكا، صافي هادي راه درتها شويه كبيره. المهم كتخليوها هكا تقب، تخليوها المهم حتى كطيب غير بشويه. هاهي هادي الاولى ديالنا، من بعد ما طابت غادي نحيدها وغادي ضروري نفرشو شي شروات بحال هكا. تفرشو شي شروات ضروري باش المهم راكم عارفين باش منين ما كيعرقش لنا داك البغرير. المهم غنستمر بهذه الطريقه حتى نعاود لكم واحده اخرى. هانتوما نخليوها كتقب بحال هكا، حيت كندير نفس الكميه ديال الطحين ونفس الكميه ديال السميده كيجي خفيف كيجيش داير ثقيل. Yeah, it's for the food that is for the pancakes. Okay. I'm gonna put it back in.
makes me think of milk, and I want milk now. The corn smells like meh. انتما البقرير ديالنا من بعد ما كملناه بحال هكا انتما شتي كيجي خفيف. شتو درت لي كبيره ولا صغيره؟ اول وحده غادي اول حاجه غنبدا بها هي الشكلاط هكا كما قلت لكم كندير فيه الشكلاط مكترش بزاف. Let's add, I'm gonna add some sprinkles onto mine. اوكي هولد اون هولد اون دير هكا شويه ديال اللوز صافي وكن ندورها بحال هكا. وكنحطها في الطبسيل نعطي لكم واحده اخرى الشوكولات. I'm doing my side. Alrighty. So I'm going to add some of that and just a little of this black. Well, you have to put the chocolate first. Well, it doesn't matter. You could put chocolate too. Hold on. Whatever you want. I need the almonds. Would you need some sprinkles too? بحال هكا صافي وتدورو عليها. A little more of this and then some of these. هاو تاني نهز واحدة أخرى. I'm gonna make mine so yummy everybody's gonna love it. I'm gonna add everything that's yummy. Also these almonds. The almonds are the best. There, and now I'm gonna add some sprinkles too. There. I'm going to add more of this block. Add the parmesan. Are these the bugs anyways? Because there's cheese bugs that you can eat. There's cheese bugs. I don't know. There's cheese bugs. Okay. I saw it in a movie. Oh, okay. Is it the movie you watched today? No. It's Lion King. Okay. How do you like this? تقدروا ديروا اي حاجه كاوكا ولا No, how does it look, mommy? It looks good. ها هي ديال بنتي. درت فيها كل شيء. Good job. Alrighty, can I get have some of these? Yeah. هذي غندير فيها. What are these anyways? What are these little black things anyways? What are the black things anyways, mom? هذاك الخشخاش. قولي الخشخاش. خشخاش. Well, what is that? In English, well, is it that? Is this what is called? Or that's in English. That's in Arabic. They what call did it you say? Khash. Well, I don't know. That's the real name. It's the really real name. Well, it looks like dead bugs. أنتو ما كيكون أسهل. It looks like we are gonna eat dead bugs. مامي. تكوني وحدة. Mommy, it looks like we are gonna eat dead bugs. Dead. They're dead. No. Well, I'm gonna add it everywhere else now. I'm gonna like spread it, spread it, spread it. It's gonna be yummy for Yasmin. غندير فيها شوية الخشخاش. I'm gonna add more of the sprinkles, more of this. ثاني واحدة أخرى غندير ليها. At the same time. Could I take some of this too? What is it called? I don't remember. I don't really lose.
going to take more of this too. And then I'm going to add this. I'm going to add some sprinkles and these, whatever these are called. And then I'm going to add like this. And I'm going to take something from my mom. Wait, where's that? Thank you. Here. And here's what I'm going to add. Some, but like these are called, they look like dead bugs. We are going to eat. Going to add this. I think that's enough. So what are you going to do now? And then? Okay. Go ahead. Ta-da! Start with these. What is that? Almonds. Adding a little more because that's just tiny. Now this side, almonds. This side, sprinkles. And this side, peanuts. I'm gonna add the just whole entire thing. So I'm just going to add this. Wait, where's those things? These things, I'm looking for these guys. And then I'm going to add a little of this. Then I'm going to add a little more of these nuts. These looking good nuts. They look adorable. Okay. I'm going to take these almonds again. So what are you gonna do now? Roll it. So I'm gonna start from here. Wow. Sprinkle. And ta-da! بعد ما كملنا أنا وبنتي هاد البغريرات هنايا طبيعة الحال تقدروا هادشي اختياري اللي مكيبغيش الحلاوة ميديرش هاد الطريقة. بعض المرات كنديرو تا ديك الكريمة فراستين من الفوق يعني لكم كل اختيار ديروا اللي بغيتو. Do you wanna add some more on that one? Hold on. Which one? This one? No, this one. That one. Yeah. نزيد على هادي. قولي زيدي على هادي. زيدي هادي. And let's add some stuff on top of the frosting. Like, let's add sprinkle. Hold on. صافي كتزينوها بداكشي اللي بغيتو. كاين اللي غندير له هنايا بحال هكا اللوز. اللوز I'm gonna, can I add some stuff too? Yes. بحال هكا. I'm gonna take this. انا درت هادو اللويزات. هادو غندير ليهم شويه ديال الخشخاش. واخا الخشخاش الا بغيتي ديرو ديرو ربما الشكل ديال البيض الا بغيتي يبان. هو المذاق انا تيعجبني المذاق كيكون فيه واحد المذاق رائع الصراحه. Okay. I'm going to add some nuts for yumminess. Sprinkles. شوية من هادو. هاي تبنتي راه كتعاون. I'm going to just like add the nuts. You can bring the plate closer. There, I'm gonna take two more. كنتو مرة بكمل بعد ما كملنا. Yeah. مرة تبنتي راه عاونات. مهم هانتو ماشي كيجي. And where's the black thing? Mommy, where's the black thing? انت قالك تزيدهم شويه. المهم هنا تزين كما قلت لكم ربما تقدروا ديروا الزنجلان، تقدروا ديروا الكوك، تقدروا ديروا اللي بغيتوا كاوكاو هكا مطحون ولا اللوز كاع الا بغيتوش يكون هكا. تقدروا ديروا مدقدق زعما الكوك. المهم لكم كل اختيار و عوض الشكلات ربما تقدروا ديروا العسل ولا الكوفيتير. ديروا كما قلت لكم ديك الكريمه البيضاء فراستين ولا هكا.
the chocolate is the frosting. اوكي ها انتم راه قالت لكم. المهم نتمنى ان الوصفه تنال اعجابكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وبارطاجيو و خليو لنا كومنتس و لايك وان شاء الله حتى الفيديو ان شاء الله شي فيديو اخر شي وصفه اخرى باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوف كورس. اوكي كان يو سي باي ايفريوان. باي ايفريوان. Hopefully you like our video. Hopefully you like our video. And don't forget what? Don't forget to subscribe and like the videos. And leave? And leave the comments down below. Thank you. And bye. Bye bye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.